الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. تفضل شيخ ليش صح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الصلاة، قال باب صلاة الجمعة. هنا كلام طيب بصراحة، عبد الرحمن نقله لابن تيمية: من تعود على معارضة الشرع بالرأي لن يستقر الإيمان في قلبه. كلام ماتع صراحة، كلام ماتع. قال الإمام رحمه الله كتاب الصلاة، قال باب صلاة الجمعة. ثم قال الإمام رحمه الله: واختلفوا في إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين، فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله: لا يجوز أن تقام إلا في موضع واحد منه. وقال أحمد رحمه الله في المشهور عنه: يجوز أن تقام في المصر الواحد في مواضع إذا كان كبيرا، واحتيج إلى ذلك، وسواء كان البلد جانبا واحدا أو جانبين. وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا كان المصر له جانبان كبغداد يجوز. وقال الطحاوي رحمه الله: والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز. نذهب من نسيح؟ نعم شكرا. الطحاوي نذهب من؟ الحنفي. ممتاز. وقال الطحاوي رحمه الله: والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع. لا يجوز إقامته. لا يجوز إقامة الجمعة. أنه لا. وقال والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد من المصر، إلا أن يشق الاجتماع يشق الاجتماع لكبر المصر يجوز في موضعين، وإن إلى أكثر جاز. واختلفوا في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال، فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك رحمه الله: لا يجوز. وقال أحمد رحمه الله: يجوز قبل الزوال، وعنه رواية أخرى: يجوز في الساعة السادسة، اختارها الخرقي رحمه الله. واختلفوا إذا وافق الجمعة يوم عيد، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تسقط الجمعة بحضور العيد، ولا العيد بحضور الجمعة. وقال أحمد: إذا جمع بينهما فهو الفضيلة، وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة. واختلفوا هل يكره الكلام فيما بين خروج الإمام وبين أخذ. نقف عند هذه الساعة 19 يكون وترا أيضا. نعم. اختلف إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين، فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يجوز أن تقام إلا في موضع واحد. الكلام هذا مخرج على تأصيل واحد، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما وأنهم يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدد في المصر الواحد مساجد يكون فيها الجمعة، وهذا هذا 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 هو قول الجماهير. أصله كما قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا من عادتهم أن يكون المسجد مسجدا جامعا، المسجد الجامع الذي تقام فيه. قالوا: وقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، مجمل عفوا يحتاج لبيان، وفعل النبي والخلفاء الراشدين الأربعة بيان، ولم يعددوا الجمعة. والحق أن هذا هو الأصل، الحق في ذلك أنه هو الأصل، وهذا هو الصحيح، أنه لا تعدد الجمعة في الأمصار. لكن في الواقع الذي نعيشه لا يمكن أن نقول بهذه الفتوى. حتى الشافعية حدا بالمتأخرين منهم أنهم قالوا بتعدد الجمعة في المصر الواحد. أمر واقع ما استعملنا كان فيه. بعدين أصلا ما بين كل الشارع، في آخر الشارع في مسجد، وبعدين أصلا كأننا في قبائل. يعني هذا شوف، ده شارع اسمه شارع 12، نص شارع 12 الذي في المؤخرة كأنهم من الهنود الحمر، ونص شارع 12 من المقدمة كأنهم من إيش، من أمريكا الوسطى. فما في ولا دول بيأتون لدول ولا دول بيأتون لدول، وكله راح للمسجد الذي بجانبه. فكان يصعب جدا، واجتماع الناس اصلا ما في مسجد هذا يحوي البشريه اللي احنا فيها. ده انت اصلا يعني المنطقه دي باسرها بس فقط منطقه ممكن تكون بقدر بحجم دوله كبيره من الدول. يعني الاجتماع في مسجد واحد صار يشق جدا ويصعب جدا في هذا الباب. لكن كما قلت عن التأصيل العلمي، الكلام صحيح، كلام الحنفية وكلام الشافعية وكلام المالكية كلام صحيح، وأنه لا بد من جمعة واحدة ولا تعدد الجمع في مصر الواحد، لفعل النبي ولفعل الخلفاء الراشدين المدينة من بعده رضي الله عنهم وأرضهم. لكن الواقع
يفرض علينا تعدد الجمعة. لكن أيضا نشوف هنا بقى الغلو والجفو. تعدد الجمعة بأنه هو أكثر من مسجد يكون له أكثر من إمام ليجمع الناس جميعا المتفرقين من أبعد الأماكن إلى أقرب الأماكن إلى المساجد. لكن نشوف هنا بقى الغلو في ذلك. في أوروبا إيش بيفعلون؟ بيجعلون الجمعة مرتبة على التوقيت. يعني بيعملوا الجمعة الساعة 1 وجمعة الساعة 3 عشان يخرجوا. والله العظيم بيفعلوا ذلك في أوروبا. وطبعا قلت لهم ما في جمعة إلا الجمعة الأولى، وكل الذي يأتي بعده كل هذا باطل. قالوا أنت بتضيق علينا، وفقه المعاصرة وفقه المحاصرة وفقه المناظرة وفقه عن كلام بقى. طبعا أنا أعرف الطائفة اللي بتتكلم في كده وما عندهمش علم في شيء، يعني يتكلموا على مقاصد الشريعة وإحنا وهم أجهل من أجهل الناس، ما عندهمش تأسيس علمي حتى في الباب. لكن هو بيقول لك انظر في عيون مقاصد الشريعة ومقاصد الشريعة وتأثير مقاصد الشريعة ولا ييسرون على أسس، يحلون الحرام على أساس إن ده من مقاصد الشريعة. وطبعا يحكمهم أيضا بعض الأفكار الدخيلة كالغاية تبرر الوسيلة، وهذا لا 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 يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا. في ضوابط شرعية في هذا الباب للضابط فيها. فهم في أوروبا يفعلون ذلك، أكثر من جمعة في أوروبا تنعقد. لماذا؟ للأعمال. الناس عندهم عمل لغاية الساعة 1 وهيطلعوا الساعة 3 بيعملوا الجمعة الساعة 3. والأمر الثاني ممكن يقول لك عشان احنا المسجد ده مش مسجد، هو كلها مش مساجد، ده كلها دكاكين، موجودين دكاكين أصالة في هذا الباب. ففي كندا أكثر من مرة، هذه أسئلة تأتيني واقعية أنا بتكلم، يعني في كندا يفعلون ذلك، في أوروبا يفعلون ذلك، وكل ذلك باطل، وكل ذلك اصلا ليس من العلم في مكان. هو مسجد واحد يعني بيعددوا فيه الجمعه ولا كذا مسجد؟ يا ريت ما مش مسجد واحد يقول عدد الجمعه، لكن هو بيعمل لها توقيتات مختلفه. طب ما الوقت يسمح يعني مش من الظهر لحد. ايوه، لكن انت اصلا طالما انعقد الجمعه انتهى الموضوع في المحل هنا. انت لما تعمل عندك مسجدين هيلم الناس، تجعل لي تقول لي ده المسجد هيكون الساعه 1 وده المسجد هيكون الساعه 3؟ طب ايه الحرج في كده؟ الحرج في كده انك عددت الجمعه، والجمعه تعدد اصلا. الاولى هي تنعقد عند الله جل في علاه. جيد، بس احنا بنقول دلوقتي زي صلاه الظهر مثلا، لو الناس حصل لنا الظهر يا جماعه المسجد ده بيتاخر شويه ممكن نقعد. دعك من دي، هذه غير تلك. انا بنتكلم على عقد الجمعه، احنا بنتكلم اصلا التاصيل العام ان الجمعه لا تنعقد في مسجد واحد فقط وجمعه واحده فقط. ده العام، بس الواقع دلوقتي في الواقع قلنا تعددها في التوقيت لا في تبادل التوقيت. طب معلش، ايه الحرج في تبادل؟ الحرج في ذلك انني طالما قدمت واحده على الاخرى، الاولى هي التي تحسب على الجمعه فقط في نفس التوقيت فيها. اللي بعده ده كل ده المرتب عليه ليس بجمعة، لأنه هذا ليس من فعل الأولين بحال من الأحوال، وإلا كان يكون أيسر على العوالي أن يفعلوا ذلك. فهم؟ ولم يفعلوا. يعني العوالي بعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم في التيسير، لأنه ما يأخذ بأمر اللي اختار إيه. قال إحنا نجمع هنا وجمعوا بعدنا أنتم في العوالي. طب اما نشوف حديث ابن جرير اللي هو صلى بيه في اول الوقت وفي اخر الوقت، فقال الصلاه بين ذاك وذاك، هذه غير تلك يا ابن الحلال. افهمني انت، مش متصور الان لو قلنا الجمعه هنا تاخرت للساعه 3 وصليناها قبل العصر، تصح ولا ما تصح؟ تصح. لا تصح على الجميع، تصح. فاهمني؟ لكن صلينا الساعه 1، واحد بيقول لا احنا هنصليها الساعه 3، مش هنصلي جمعه دلوقتي عشان مش موجودين الناس دلوقتي، هنأخرها يا جماعه. هو خلاص انت بتتلاعب انا بالصلاه الان عشان نرد الحجج برضه ونعرف الرد الصحيح. هو في حجج اصلا؟ انت جايب هبل مش جايب حجج. وفي حجج اصلا عشان نتكلم فيها؟ احنا بنقول لا زال الوقت موجود. لا، احنا بنتكلم عقدت الجمعه. طيب في صلاه الظهر الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ما سيب صلاه الظهر بقى الان، لان صلاه الظهر وان كان واجبا موسعا فان حضرتك، لكن المساله لا تتاتى على الانعقاد. النبي صلى الله نفسه تاخر عن صلاه الظهر والعصر ودخل صلى باهله وعقدها جماعه الجمعه. ما قلت لك على الاولين تنعقد مره واحده فقط لا تتعدد. تعددها بقى في الاماكن في هذا الباب الواقع فرضه، لكن انت اصلا مرتبها ترتيبا ان تكون خمس جمع مش جمعه واحده، هذه بدعه ضلاله ترجع على العمل بالبطلان على طول. من عامل عمل ليس ترتيب، لا انا مع حضرتك في كده، لكن الناس من عامل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. ناس عندها اولويات في الشغل ما لحقوش وقت الجمعه، قالوا هنصلوا كمان ساعه اما خلص شغل. لا ممتاز. ناس كانوا مع النبي عمال انفسهم العوالي كما قلت لك وتاخروا، قالوا خلاص نجعلها الساعه 2، النبي صلى الله عليه وسلم بيصليها 12، احنا هنجعلها الساعه 2 عندنا في العوالي مش عند المشي مش 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 عند المدينه.
مش ده تيسير عليهم؟ تيسير بس ما كانش فيه كده اصلا. يبقى خلاص، ما هو لو ما كانش فيه كده يبقى ما فيش كده دلوقتي. فهمتني؟ ده انا بقول لك عليه، هيدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. مش هنجادل. احسن الله. انت مش كل ده مش هتجادل؟ كل ده مش هتجادل؟ ما هيقول لك ما ده ذكر الله برضو. والمجادل لا انت لا ينقطع. المجادل ما هو ده اللي بنتكلم فيه. خلاص احنا بينا الامر ان المساله انت احسم الماده بقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه؟ رد. فانتهى الامر. طيب واما اذا كثر كما قلنا الواقع اشد بذلك، وان حتى حدا بالمتاخرين من الشافعيه انهم قالوا بايه؟ قالوا بتعدد الجمعه. لكن كما قلت الذي يحدث في اوروبا هذا باطل، ولا تصح الجمعه بحال الاحوال، ولا اعتداد بالجمعه الاولى فقط، وهم يصلونها ظهرا مع ذلك، وعليهم ان يحرصوا على الجمعه. شفنا الجماعه الحنابله اللي بيصلوا قبل الظهر اصلا المذهب كده. ما دي المساله الثانيه اهو الان. فيها؟ اهو ده دي المساله الثانيه. ما انت عارف شايف قبل اواني عقب حرماني. حقيقه الامر وان كنت اقول بان صلاه الجمعه لا تصلى قبل الزوال، لكن ادله الحنابله ادله قويه. جميل. أدلة ليست ضعيفة، يعني قد نقول أنها من مضايق الخلاف، قد نقول، لكن الحقيقة أنها لا تصلى إلا بعد الزوال. لكن قول الحنابلة وما عندهم من بعض الأدلة، في أدلة تقوي جانبهم جدا وفي أدلة محتملة في هذا الباب. عامة الجمهور يرون بأن الجمعة لا تكون قبل الزوال، وهذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف. قالوا الجمعة لا تصلى قبل الزوال، لأن الجمعة تنزل منزلة الإيش؟ الظهر. والظهر لا يمكن أن يصلى قبل الزوال. ونفحص الأدلة. ما سنفحص بقى الآن. لا تتعدى شيئا قبل الأوان. نعم. هيموتني والله. بس أنا مهم. مع المشرح ما فاتح من المشرح. أنا مهم كل جمعة فيها. ما خلصش. مش عايز أتكلم. عندنا مسجد مصمم يأذن قبل الجمعة. التأذين ماشي، لكن الصلاة بتكلم على الصلاة. الكلام على الصلاة، حتى لو طلع خطب. عند الملكيه لو طلع خطب وصلى بعد الزوال خلاص ما فيها شيء. دي ما فيش مشكله. الملكيه يقولون بذلك. قال احمد يجوز قبل الزوال. عن رأي اخرى يجوز في الساعه السادسه، اختارها الخرقي. الادله على ذلك كثيره. اما قول الجمهور فقالوا قال الله تعالى: اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان. اقم الصلاه لدلوك الشمس. لدلوك الشمس هنا لم هنا للتوقيت. يعني لوقت دلوك الشمس. على الراجح في ان دلوك الشمس زوالهم من 3 سنين. نعم زوالهم من 3 سنين. ودلوك الشمس فيها قول بالزوال وفيها قول بايش؟ بالغروب. عن ابن عباس وعن علي بن ابي طالب. والصحيح انها الزوال. وايضا في حديث انس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي الجمعه اذا زالت الشمس. انت صاحب لغه عربيه. كنا منزوعه الايه؟ الوقت. كنا كنا هي طبعا منزوعه الوقت مع الله جل وعلا، وكان الله سميعا بصيرا منزوعه الوقت. لكن كنا يعني كل افعالنا مع النبي كانت هكذا، صحيح ولا لا؟ على الديمومه يعني. كنا نصلي مع النبي الجمعه اذا زالت الشمس. ونرجع قبل ان تفيق. سيب ما ترجع يا ابني، انا بكلمك لغه الان على ما تفهمه في المتن الان. لا بص ده الواد ده هيموتني والله. أنا بكلم أستاذ مدرس اللغة العربية في قوله: كنا نصلي مع النبي الجمعة بعد الزوال. دي معناها إيه؟ ما تفهم منه؟ بعد الظهر. إننا لا ما صلينا صلاة إلا بعد الزوال. ده واحد اللي قال ذلك. ما يهم أنا بتكلم على وجه الدلالة من هذا الحديث، فهمت؟ من هذه الرواية. ونعم، وأيضا عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نتتبع الفي. أنا أقول هذه الأدلة الثلاثة أدلة باهرة، لأنها أدلة محكمة. لو تعدد الجمعة مع تعدد الوقت ما لم يؤدي ذلك خروج وقتها ووقت الظهر تصح؟ لا ما تصح ولا تصح. الجمعة الأولى المعتد بها فقط المخضر. طيب يبقى إذن عندنا أدلة محكمة. كنا نصلي مع النبي إذا زالت الشمس محكم. كنا نجمع مع النبي إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي محكم. اقم صلاه دلوك الشمس محكم. هذه ادله محكمه.
ولذلك قال الشافعي صلى النبي وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة الأربعة بعدهم أو الأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال، ولأنها بدل من الجمعة فنزلت منزلتها، لأنها بدل من الظهر فنزلت منزلتها. وأما أحمد فقال يجوز قبل الزوال، وأحمد صراحة عنده أدلة قوية جدا وأدلة محتملة، يعني هي أدلة صريحة وأدلة محتملة، والصريح ضعيف جدا لأنه فيه أيضا احتمالية، يعني ليس محكمة. فأنت لو نظرت للطرفين السرد الإحكام هو الذي سيرجح لك الأمر. قال الحنابلة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. عندما يقول حين تزول الشمس في هذا الباب هذا محتمل ليس محكما، لأنه قال حين تزول الشمس، يبقى كأنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني كأنه كان يصلي بنا صلاة سريعة وخطبة سريعة سريعة حتى نرجع إلى 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 جمالنا حين تزول الشمس، يعني البعيد أو القريب، بعيد أو قريب، إن حين إما في نفس الوقت أو قريب أو إيش بعيد، فيكون بعيد على مسألة الإشارة إلى خفة الصلاة، وهذا يعني أو إلى خفة وقت الخطبة والصلاة. نعم وجه طبعا محتمل، الاحتمال وارد فيه، يعني كان أنا سأتيك بالصريح دون الاحتمال، لكن ده محتمل، فهذا دليل محتمل. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه رضاه قال كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف وليس الحيطان ظل نستظل به، تمسكوا به، قالوا أنه لا يكون الظل إلا بعد الفيء، يعني ظهور الفيء، وظهور الفيء لا يكون إلا بعد إيش؟ بعد تحرك الشمس من كبد السماء يكون فيها الزوال يعني. وهذا أيضا محتمل، الحق أنه محتمل، لأنه يقول كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. المعنى هنا والاحتمال وارد وليس للحيطان ظل كامل نستظل به، وتأويل للمحكم، ما هو المحكم الذي جعلنا نؤول، يبقى ليس ما هو تأويل ليش للمحكم اللي عندي، فليس له ظل كامل ليش، لأن هو قال كنا نصلي الجمعة إذا زالت تحقيقا هو زالت الشمس. المجموعه دي في حد تاني شايف موقف تاني مختلف؟ خلينا بس ننهي الادله كلها وبعدين كما تريد نفعل. وعن سهل بن سعد الساعدي قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه في عهد رسول الله، لان القيلوله امتى؟ القيلوله قبل الزوال، فقال كنا ما دي لك يا ابني انت لسه هتلطم، ده ايه اصلا لك دليل لك، كنا ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه، طيب في عهد رسول الله، يبقى معنى ذلك انهم ايش؟ أنهم يقولون القيلولة عندنا كانت قبل إيه؟ يبقى الجمعة قبل الزوال، لأنه لما يدرك القيلولة أدركها قبل الزوال، لكن هذه أيضا مؤولة ومحتملة. شوف كل الأدلة التي جاءت بأسرها كلها احتمالات، فالاحتمال فيها يعني في يوم الجمعة استثناء كنا نحيل نرحل القيلولة إلى بعد الجمعة، نرحلها لبعد الجمعة، لأنه كان يسرع، يعني يسرع عند دلوك الشمس يسرع لنا في الخطبة وفي الصلاة ثم نرجع فنأكل وننام. خلاص خلينا نتكلم، بس هذا المهم أنه كان على غالب عادة العرب أنها تكون قبل الزوال. وعن عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدته مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه رضاه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، ولا رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، روى أحمد في مسنده. وكل ذلك كلها الحق في أنه محتمل، لكن هنا أنا أقصاها، لو ثبتنا هذا الحديث نقول أقصاها فعل أبي بكر عمر عثمان، أما فعل النبي فيقدم وانتهى، لأنه سنة النبي مقدمة على كل سنة، سنة النبي مقدمة على كل سنة. فلا احنا نقول اجتهدوا فاخطأوا خلاص، وانت تعلم انه لو اجتهد حتى لغير القبلة صوت صحيح في هذا الباب، لكن الكلام هنا ستقول لي ده في غير التوقيت، اقول لك لانه الامر محتمل، لان الامر محتمل حقيقة، الامر محتمل، الامر امر كلام الحنابلة محتمل، نعم محتمل، والخلاف فيه انا انكر مناصحة، يعني ما انكر مغلظا، لأن ما في خلاف، لأن الحق غير متعدد،
ما في خلافه أسكت عنه، فاهم؟ لكن ستكون المسألة في الإنكار على المناصحة ليست على التغليظ. استدلوا بحديث إنه اجتمع في وجهكم هذا عيدان فمن شهد. ده سأتي بقى، سأتي، هذا غادي ذلك، سأتي. فإذا هذه المسألة صراحة قد أقول بأن كلام الحنابلة كلام قوي، يعني ليس بضعيف، لكن ما أستطيع أترك محكم لمحتمل. أغلب الأدلة تستدل بها الحنابلة محتملة، والصحيح في هذا الأمر، يعني الصحيح في هذا الباب أن نقول بأن المسألة وإن كانت محتملة لكننا المحكمات عندنا تقدم في هذا الباب، لا سيما أننا نعلم يقينا بأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصحيح الراجح هو قول الشافعية والمالكية وقول الحنفية، وأن صلاة الجمعة لا يجوز إقامتها قبل الزوال، لا يجوز إقامتها قبل الزوال. تساهل المالكية بالخطبة تكون قبل الزوال لكن الصلاة تكون بعد الزوال، تساهل في ذلك المالكية، وأنا أدين الله بأن الخطبة والصلاة لا تكون إلا بعد الزوال، الخطبة والصلاة لا تكون إلا بعد الزوال، للمحكم الذي جاء كنا نصلي مع النبي الجمعة إذا زالت الشمس. وورد بأسانيد صحيحة أن أبو بكر ما صلى إلا بعد الزوال، وعمر ما خطب إلا بعد الزوال، وعثمان ما خطب إلا بعد الزوال. بعد الزوال الخطبة طبعا بمثابة ركعتين كما قال عمر بن الخطاب، ورد بسند صحيح أن الخطبة بمثابة ركعتين كما ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فيكون الصحيح في هذا الباب هو أن الخطبة والصلاة لا تكون إلا بعد الزواج. نعم. بالنسبة للحديث كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف ويشهر الحيطان ضيق ونستظل به، ممكن نقول حسب الناظر، يعني الشمس لما يكون في الجدار كده أو الشمس الناظر للجدار من ناحية دي هيرى ضيق، ومن ناحية دي خلاص. معنا قلنا أنه التأويل صح في ذلك، وليس للحيطان ظل كامل الناس تظل به. لو أن الشعر ظاهر حسب النظر لنظر من هنا مثلا من ما يهم، خلاص يعني عندنا مادة التأويل موجودة، فاهمني؟ هو كده أكيد لن يحكم بعد وجود الظل من الناحية المعاكسة. ماذا تقول؟ يعني هو أكيد اللي بيحكم أنه فيه ظل مش يحكم من الناحية الأخرى. أنا فهمت ذلك، لكن في نهايتها هتعمل إيه؟ هترجع لتأويل وانتهى، فهمت ازاي؟ خلاص خلصناه، انا عايزين ننهي. نعم، وده صحيح. طيب نقف عند هذه المسألة. احنا تكلمنا على مسألة العيد، الجمعة والعيد، الاجتماع الجمعة والعيد، وقفنا عندها. لا احنا انا لا اقف عند شفع، يبقى وقفنا عند الوتر. لا هتبدأ فيها. لا احنا وقفنا عند 17. انا قرأت. نعم. اذا وافق الجمعة يوم العيد، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا تسقط الجمعة بحضور العيد ولا العيد بحضور الجمعة. وقال أحمد إن جمع نوافا. طيب هنا هذه المسألة الخلافية مخرجة على قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. دي من حيث التأصيل الأثر، وتأصيل النظر هو أنه النافلة لا تغني عن الفريضة. النافلة لا تغني عن الفريضة. كيف بنافلة فرض الكفاية لا تغني عن الفريضة، صلاة الكسوف لا تغني عن الجمعة، فكيف العيد يغنى عن الجمعة؟ نقول المسألة فيها ثلاث أقوال. قول بإسقاط الجمعة كلية، وهذا الذي تبناه عبد الله بن الزبير، لا جمعة ولا ظهر، يعني ما في صلاة أصلا. إذا صلى العيد ما في صلاة أصلا. الله استدل بحديث اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاءه من الجمعة فإن مجمعون، أجزاءه من الجمعة فإن مجمعون، يعني الأميم الأمير أو الإمام هو الذي يجمع، لأن يعني الناس كلها ستتلف حوله. وأيضا في رواية معاوية يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال نعم. قال كيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء أن يصلي فليصلي، وجعل الأمر على التخير له. حق كما قلنا بأن ابن زبي يرى إسقاط الجمعة والظهر، وعثمان بن عفان يرى اسقاط التجميع للظهر. على فكره عبد الله بن الزبير دليله صامت، لان هو دخل بيته وما خرجش على العصر، مش عارف يمكن صلى جوه. كيف؟ يا شيخنا؟ عثمان يرى ايه؟ ما فهمت. سيدنا عثمان يرى ايه؟ يرى اسقاط التجميع، لا يرى اسقاط الظهر.
يرى إسقاط التجميع لا يرى إسقاط الظهر. والراجح الصحيح في هذه المسألة إذا اجتمع العيد مع الجمعة وصلى العيد جماعة، هذه جماعة تسقط جماعة الجمعة، له خلافة للشافعية والحنفية فله أن يصلي. نعم مش يصلي ولا جمعة ولا ظهر، ترى مصلي العيد، يصلي الظهر يا شيخ، لا يجمع لكن يصلي الظهر، تغنيه جماعة العيد عن جماعة الجمعة لكن يصليها ظهرا، لأن الصلاة لا تسقط، لأن الصلاة لا تسقط، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم مفرد ولا جماعة؟ نعم شيخ الظهر يصلي منفرد ولا جماعة؟ ولا كيف ما شاء يصليها منفردا. منفرد نعم. أو مع النساء في البيت سيدي، وإذا صلاها مع النساء بل أولى أن لا يفعل. نعم شيخ الإمام لو اجتمع، ما هو الإمام لازم يجمع، الإمام لا يترك لا العيد ولا الجمعة، فالإمام الراتب هو الذي يصلي بهم العيد ويصلي بهم الجمعة. فهمني هذا هو. نعم شيخ. لا ما ينفعش، الحالة الخاصة لا تعمم. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.